تل ومقبرة قرج أغلان. الشاعر الشعبي خلد بصوته وآلاته. قرأ أغلان غير قادر على أخذ الفتاة التي يحبها من والدها. يخرج الشاعر على الطريق بدافع الحزن. عندما يكبر ويعود يموت على تل في قرية ديري. أهل الحي الذين يحبون قرأ أغلان كثيرا يدفنونه في نفس المكان ويبنون قبرا. منذ ذلك الحين تم تسمية التل باسم الشاعر الشهير. اللغة المشتركة لسكان منطقة توروس بما فيها من صاز وشخصيتها قرأ أغلان.